للمزيد معنا عبر الهاتف من أربيل الدكتور أحمد الخطيب، مسؤول القسم الإغاثي بهيئة علماء المسلمين. أهلا بكم دكتور إلى هذه الجولة الإخبارية. هل حدثتنا بداية عن حملتكم الأخيرة في مخيم بزيبيز؟ السلام عليكم ورحمة الله. ابتداء شكرا لكم ولقناة الرافدين أهلا بكم. وللمشاهدين الكرام. أخي، ضمن حملة العراق الجامع، وزع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية المدافع الكهربائية على العائلات النازحة في مخيم زيبز التابع لقضاء عملية الفلوجة. شملت توزيع 900 عائلة نازحة. حقيقة تعتبر هذه الحملة هي الحملة الرابعة ضمن الموسم الشتوي الذي وزع فيه القسم الإغاثي لهيئة علماء المسلمين المدافع الكهربائية. كانت لنا 3 حملات سابقة في مخيمات الأنبار، شملت مخيمات عمرية الفلوجة ومخيمات الحبانية. بدورها تقدمت العائلات النازحة بالشكر والتقدير إلى هيئة علماء المسلمين على هذه المبادرة الطيبة، وتعتبر هذه الحملة مساهمة بسيطة مقدمة من هيئة علماء المسلمين لأهلنا النازحين، وهي رسالة واضحة إليهم بأن الهيئة بكوادرها وأقسامها إن شاء الله تكون قريبة من العائلات وتقلل من معاناتهم، معاناة هذا الشعب الجريح. نعم دكتور، يعني كيف هي أحوال النازحين هناك؟ هل هناك بوادر بعودة النازحين إلى مناطقهم التي هجروا منها، أم أن الأعداد في المخيمات تتصاعد كما يرد ذلك في تقارير؟ يعني معظم العائلات النازحة في هذا المخيم، مخيم زيبز، هم من منطقة جرف الصخر، وكما تعلمون العائلات النزحت من جرف الصخر يعني منذ 3 سنوات لم يرجع أي شخص أو أي عائلة إلى هذه المنطقة. ومما زاد من معاناة هذه العائلات أنه يعني تنقلهم من مخيم إلى مخيم، وكذلك يعني إضافة إلى ذلك أن هؤلاء العائلات دائما يعني يشكون ويعانون من معاناة كبيرة جدا في موسم الشتاء وموسم الصيف. يعني الخيم التي يسكنون فيها التي رأيناها في هذا المخيم حقيقة لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء، والمخيم يفتقد إلى أبسط مقومات العيش البسيط. يعني هناك نساء وأطفال وكبار سن ومرضى يحتاجون إلى عناية خاصة، ولكن حكومة بغداد والحكومة المحلية غير جادة في إنهاء معاناتهم هذه منذ أكثر من 3 سنوات. فالقسم الإغاثي دائما يتلقى نداءات استغاثة وطلبات ضرورية من إدارات المخيمات، يعني نتيجة الزيارات المتكررة التي يقوم بها كادر القسم الإغاثي للتعرف على الحاجات الضرورية، يعني المواد الإغاثية والإنسانية التي تحتاجها العائلة النازحة. يعني القسم الإغاثي، كادر القسم الإغاثي، وبتوجيه من السيد الأمين العام للهيئة، مسارعة توفير هذه المستلزمات الضرورية. نعم. كما تعلمون وترون من خلال شاشة الرافدين كانت هناك لنا حملات كثيرة جدا، حملات للسلات الغذائية الضرورية، وهناك حملات المنح المالية الطارئة، وهناك حملات توفير الأدوية والمستلزمات الطبية. نعم. وهناك حملات توزيع المدافع الكهربائية والفرش والبطانيات. وأخيرا فالهيئة إن شاء الله تكون عند حسن ظن الشعب العراقي بها، وإن شاء الله تساهم وتسارع في تحقيق التخفيف إن شاء الله، في التخفيف عن معاناتهم قدر الإمكان. نعم الدكتور أحمد الخطيب، مسؤول القسم الإغاثي بهيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.